مبروك للجيم، خبرنا شوي عن أجواء اللقاء اليوم، كيف رح تكون تحضيرات لماتش فلسطين؟ نحن الماتش اليوم كان أهم شيء، أهميته أنه نحسم بطولة غرب آسيا. نحن هلأ صرنا أبطال غرب آسيا خلص بنسبة 100%، تأهل انحسم من مبارح، البطولة انحسمت اليوم، كان بدنا نربح هذا الماتش لنخلصها. هلا بالنسبه لماتش بكره صار فينا نريح شوي اللاعبين اللي تعبوا بالمباريات اللي قطعت، بس اكيد حابين نربح لحتى ننزل على المين انديفيتد، هذا شيء كثير اكيد. يعني هلا عندنا صيفيه طويله لنعمل تحضيرات لبطوله اسيا. المشكله كانت قبل ما نوصل لهون الفريق كان جاي بلا تحضير، وكان عندنا مشكله الكيمستري بين الكوتش واللعيبه، حتى بين اللعيبه بين بعضهم. يعني اوكي اتكلنا كثير على التالنت وعلى الانديفيديوال سكيلز، بس ما قدرنا يكون عندنا اللعب اذا بدك سيستم مثل ما لازم يكون. مشينا جيم بار جيم، جربنا نتحسن من جيم للثانيه، كتر خير الله قطعت هيدي البطوله. هلا التحضيرات راح تكون من بعد ما ننزل على لبنان بشي 10 ايام بنبلش، في عندنا تريننج كامبس، في عندنا فريندلي تورنمنتس راح يكونوا برات لبنان، وصيفيه طويله لحتى يتحضر الفريق ويكون جاهز. اكيد في لعيبه راح تنضم، في لعيبه يعني بعد في كثير متغيرات لحتى نوصل على اسيا يلي ان شاء الله بنقدر نعمل التارجت تبعنا. ثانك يو كوتش.